الذي علينا أن نفرق بين أمرين، بين الخطأ الذي يكون متعلقا بالمنهج، بالذات، بالفكر، بالقلب، بالضمير، والخطأ العارض ولو تكرر مرات ومرات. أما الخطأ العارض ولو تكرر فسرعان ما يصلح وسرعان ما تستقيم الأمور، وأما الخطأ المنهجي الذاتي الملازم فإنه يتكرر كالطبعة التي ما تزال نسخها تتكرر، لا أقول متماثلة وإنما متطابقة. وخذ هذا مثالا يوضح إن شاء الله. لو أن آلة من الآلات تنتج منتجا معينا فأصابها في بعض أجزائها خلل عارض وليس بخلل ذاتي في أصل الصنعة وفي بداية التكوين، فإن هذا الخلل العارض سرعان ما يصلح ثم يصلح المنتج بعد ذلك وتستقيم الأمور. وأما إذا ما كان الخلل في أصل الصنعة وفي بداية التكوين فإنه لا أمل في الإصلاح حينئذ، وتتشابه نسخ المنتج بل تتطابق من غير ما أمل في إصلاح ولا في بداية تعليم. وخذ هذا أيضا تطبيقا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الصحابي الذي كان يؤتى به شاربا للخمر فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة ومرة، وفي الصحيح فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ثم يؤتى به، حتى مل صحابي من الحضور فقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خطأ عارض لا يتعلق بالمنهج وإنما هو يعرض شيئا فشيئا ولو تكرر مرات فما أسرع ما يصلح وتستقيم الأمور، وهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخلل الذي يصيب المنهج ويدمر المعتقد ويستولي على الذات احتكارا فإنه لا أمل في إصلاحه بحال. وفي الصحيحين من شأن الخوارج أن الصحابة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحتقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلل المنهجي يتكرر أصلا، وأما الخلل العارض فإنه خلل ثانوي سرعان ما يصلح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر إنه يحب الله ورسوله وإن تكرر الخلل العارض الثانوي، وأما الآخرون فلا نفعتهم كثرة صيامهم ولا كثرة قيامهم ولا كثرة تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفرق بين هذين، بين الخلل المنهجي الذي يصيب المنهج في مقتل فيشوهه ويحوره ويدمره، والخلل العارض الذي يتأتى في السلوك في العبادة سرعان ما يصلح وتستقيم الأمور.